اهلا بكم متابعينا متابعي جريده اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده من داخل محافظه المنوفيه. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا هنا طبعا فتحنا الباب سنه بسيطه. معانا هنا يعني طلاب هندسه المنوفيه. حضرتك ممكن تقدر تقفل الباب. احنا معانا دلوقتي طلاب هندسه المنوفيه مخترعين عدد من السيارات. طبعا هم عددهم 5 سيارات، منهم كهرباء ومنهم بنزين عادي. زي ما احنا شايفين يعني الطلاب هنا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين يعني العربية بتطلع طبعا يعني عشان المكان مقفول، فمش هيعرفوا ان هم يعني ياخدوا ملفة او اي حاجة، هيبقى امام وخلف فقط. احنا معانا دلوقتي يعني احد الطلاب المتخصصين في المشروع هيحكي لنا عن تفاصيل المشروع في البدايه. ازاي حضرتك؟ عاوزين نتعرف عليك الاول. انا مؤيد ايهاب، تيم ليدر فريق من فيرسنج تيم. احنا تيم مكون من طلاب جامعه المنوفيه موجودين في هندسه شبين. بنصنع عربيات كهرباء محليه بالكامل. صنعنا حوالي 5 عربيات. صنعنا عربيتين فورمولا ودي كانت احتراق داخلي بالبنزين. صنعنا حوالي 3 عربيات كهرباء. اخر عربيه فيهم هي العربيه اللي موجوده معانا. تمام، احكي لنا بقى عن تفاصيل العربيه اللي موجوده قدامنا دلوقتي، وهنروح نشوف اللي هم التانيين اللي انت اخترعتوهم. تفاصيل العربيه اللي قدامنا دلوقتي، انت قلت لنا ان هي كهرباء. تمام، يعني بتقعد قد ايه دايره؟ هل لازم شحنها يبقى في محطات معينه، ولا ممكن شحنها مثلا زي ما الناس كانت قبل كده على السوشيال بتقول ان هو اي فيش الكهرباء تقابلها؟ عاوزين تفاصيل اكتر. هو العربيه دي مبدئيا هي بروتوتايب مبدئي، راكب واحد. العربيه بتتشحن عادي جدا من اي فيشه موجوده في البيت. بتتشحن من تقريبا من 0 ل 100 في حوالي 6 ساعات او اقل، والماكسيموم سبيد بتاعتها 80 كيلومتر في الساعه. ولو مشينا على الماكسيموم سبيد فالشحنه ممكن تكفينا 2 ساعة ونص ل 3 ساعات. حضرتك تقريبا هندسه ميكانيكا؟ احنا التيم مكون من كل الاقسام. تمام، حضرتك؟ انا هندسه ميكانيكا. ميكانيكا، عايزين بقى نتكلم عن ميكانيكه العربيه نفسها. تمام، هو العربيه احنا مصنعين الشاسيه والسسبنشن بالكامل والستيرنج، كل السيستمز الميكانيكا اللي احنا مصنعينها. من اول السسبنشن لحد الستيرنج لحد الشاسيه الومنيوم. فاحنا كل حاجه مصنعينها، البادي برضه مصنعينه احنا، فهي كل حاجه فيها احنا بنصنعها ما عدا المواتير والبطاريات. دي احنا بنبقى ملتزمين بيها علشان المسابقه، علشان الرول اللي بتاعنا. يعني بتبقى متخصصه من المسابقه علشان يعني معايير المسابقه من الاخر. علشان معايير المسابقه. احنا الباقي في الحاجات بقى دي اللي بتفرق بين الجامعه. تمام، العربيه من الداخل هل في قلبيها كذا كرسي؟ يعني متاح ان هو يتم اضافه كذا كرسي غير الكرسي الوحيد الموجود اللي هو بتاع السائق، ولا هو ممكن ان شاء الله هي النسخه الجايه من المسابقه في الغالب هتبقى تو سيترز، هتبقى راكبين مش راكب واحد. ممكن عادي ان احنا نعملها راكبين او 4 على حسب الرولز بتاع المسابقه، هي اللي بتحدد لنا الكونسترينز بتاعها. فالبروتوتايب ده راكب واحد، لكن ممكن انها تتعمل راكبين. قلت لنا ان انتوا فزتوا بعديد من الجوائز، ممكن تقولها لنا؟ فزنا في العربيه دي المركز الثالث على مستوى 20 جامعه مصريه في مسابقه ايفر ايجيبت. والسنه دي كنا مسافرين في مسابقه فورمولا سيلنت يو كي في انجلترا، وشاركنا فيها بالديزاين بتاع العربيه دي، وخدنا مركز 16 على مستوى العالم. ممكن نوري حضرتك برضه الصور بتاع العربيات الثانيه. طبعا يعني هنا طلاب كليه هندسه المنوفيه عاملين ابداع جدا. دي كانت النسخه الثانيه صح؟ انا شايفه ان النسخه على الطراز الفرعوني. هو الاكستيريور بتاعها المسابقه كانت معموله جنب الاهرامات، ف فكره الاكستيريور بتاعها ان احنا كنا نعمل حاجه مناسبه للمكان اللي هنا. هل دي كانت فكرتكم انتوا، ولا كانت فكره المشروع يعني الاداره الخاصه بالمؤتمر؟ احنا اللي عاملينها. انتوا اللي عاملينها من دماغكم. وخدنا على الاكستيريور ده جائزه بيست ديزاين، احسن شكل خارجي للعربيه. ايوه، علشان الاكستيريور الفرعوني ده. دي كانت اول عربيه كهرباء عملناها. وخدنا بيها مركز كويس. تمام، بس عملت حادثه للاسف. لا لا لا، خير خير ان شاء الله. تمام، هنتكلم مع زميل الكتاب بتاع المسابقه بتاع فورمولا سيلنت انجلترا ده.
تمام الخاص بالاختراع بتاعكو والماكينة وكل حاجة. هنتكلم مع زميل حضرتك هيكلمنا اكتر يعني متخصص الكهرباء بقى. معلش ممكن تعالي صوتك سنة بس. هنا على العجل هنا المواتير عندنا موتورين هنا الرايبر بتاع الموتور والكنترولر بتاعه. لا 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 علي صوتك بس صوتي يعني. عند العربية بنستعمل فيها موتورين دي سي متركبين على العجل هنا وانا الكنترولر بتاع الموتور. هل اي عربية تانية بيتم استخدام فيها موتورين ولا في ممكن في تستعمل موتورين موتور على حسب قوة الموتور على حسب انت الميكانيزم الباور ترين انت هتشتغل على ايه يعني ممكن موتور 2 4 حسب ما انت بتحدد الديزاين بتاعك. فاحنا هنا الميكانيزم بنستعملون موتورين على العجل وعندنا هنا الكنترولر بتاع المواتير يتحكم في المواتير وتحت خالص البطاريات عشان نشحنها ونفرغها وهنا وصلت الشحن تشحن البطاريات. البطاريات لو هنشحنها من الكوبس بتاع الكهرباء في البيوت هتاخد حوالي 6 ساعات ولو هنفرغها يعني هتمشي مثلا مسافه 80 كيلومتر في الساعه هتبقى 3 ساعات. يعني اقصى حاجه الشحن الواحده تقدر تمشيها قد ايه؟ اقصى حاجه الشحن الواحده ممكن تمشي 3 ساعات عادي هتمشي 3 ساعات ثلاث ساعات يعني على حسب سرعتها 80 كيلو. ايوه كنت لسه هقول لك على حسب السرعه يعني مثلا لو مشيت على طريق سريع صحراوي اي حاجه هل ممكن تفصل في نص الطريق؟ لو خلصت 3 ساعات لو خلصت 6 شهر عملت تفريغ شبه ما تمام. لو ما فيش ان هو يشحن في الطريق هل في اي بديل او اي حاجه عشان تتحرك يعني ما يقفش في الشارع؟ هو اي بديل ان هياخد العربيه لاقرب بيوت في كوبس الكهرباء البيت العادي يشحن ال طيب انت قلت بوكس الكهرباء تقريبا بيشحن في 6 ساعات تقريبا 6 ساعات ما بس لو شحن مثلا اللي هو اول 50% ممكن تشحن في خلال 2 3 ساعات بالكثير او نص ساعتين 3. مفيش اي بطاريه صغيره مثلا عامله زي الباور او اي حاجه تساعد ان هو مثلا تبقى موجوده معاه في العربيه بحيث ان هو ما يقفش في الطريق؟ هو لا للاسف هو لازم تشحن البطاريه الرئيسيه. يعني لحد الان لما يتم التطوير ان شاء الله هتعملوا حاجه شبه باور بانك حاجه اللي هو نخزن طاقه في الطريق تاني كده بس هو محطات الشحن يعني لو هنعمل محطات شحن كهربيه أيوة. هتستهلك نص ساعه يعني لو تم عمل محطات شحن في الطريق زي مثلا اللي هي البنزين او الغاز وهكذا هيتم شحنها في حوالي نص ساعه. ايوه بالظبط. تمام بالتوفيق لك يا رب. طبعا احنا كنا معاكم متابعينا متابعي يويتد اهل مصر من كل مكان من داخل مدينه شبين الكوم طبعا محافظه المنوفيه. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا قدامنا دلوقتي يعني عربيه مارت ديت اخترعها طلاب كليه الهندسه جامعه المنوفيه طبعا هندسه الكترونيات هندسه ميكانيكا وكهرباء اتفقوا مع بعضهم بعد ان هم يصنعوا السيارات. بالفعل صنعوها بالاضافه ان هم استعانوا بعدد من الطلاب الخارجين مش لازم يكونوا في كليه هندسه جامعه المنوفيه لكن الفريق اساسي من هندسه جامعه المنوفيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان هم فازوا بعدد من المسابقات ودي الشيكات موجوده دلوقتي امامنا زي ما حضراتكم شايفين. يعني احنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاهم النهارده وان احنا شفنا اختراع جامعه المنوفيه خاصه يعني ان هنا المصريين زي ما بنقول هيتحدوا اليابان. كنت معاكم متابعينا متابعي جريدة أهل مصر من كل مكان كانت معاكم مروة زنون مراسلة محافظة المنوفية دمتم في أمان الله ورعايته.